قلت لك انا شايف اسمع بقى انت طبعا نزلت الثقافه ده جدا جدا كمان في اللي احنا بنشوف بنشوفه اساتذه حاضر يا شباب يا حبيبي يا شباب طبعا بتشوف وزاره الثقافه بتدعمك بشكل كبير جدا زي ما بتشوف الوزيره بشكل خاص كمان بتقف معاك بتساندك بشكل كبير طبعا كل اللي حاجه جايه لها طبعا عندي بس تصريح انا شخصيا من الناس اللي بتحب اغاني عايز اقول لك حاجه انا من ضمن سعادتي وفخري ان معالي الوزيره عضو في النقابه عندنا كعزيزه ده شيء رائع ان تبقى وزيرتنا فنانه ده شيء رائع فعلا